زار وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مصابي حادث الاستهداف الإرهابي لكنيسة مارمينا بمنطقة حلوان الشهر الماضي. وقالت الداخلية في بيان لها إن الزيارة جاءت في إطار تقديم الدعم النفسي للمصابين وتقديم بعض الهدايا لهم، وهو ما يعد تعظيما للدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية مع كافة أطياف المجتمع، بالإضافة إلى دعم تماسك الوحدة الوطنية.